اليوم احنا في بارك عزادي في منطقة مدينة تهوك، وشاهد الان يعني فعلا فعلا حقيقة، يعني فعلا مكان جميل جدا. لو شمال اشوف المنظر اللي قبالك، يعني جامع وشيري امامه منافورات، وهذا اعتقد هو هذا نهاية يا ابو ها. والله اعتقد هذا نهاية، ما اعتقد اكو بعد شيء، بس هذا فعلا مكان يستحق. يوسف ضوى علي، لا تعال هنا. وراح نتعادل يعني نجيهم متاخر. متاخر ها؟ حلو متاخر ولا هذا يوسف؟ هذا يوسف، هذا خلينا نطيب صورة. إذا قال يوسف إني أبكي رأيت أحد عشر كوكبا.